طب انت امتى قررت ان انت تنزل الشارع وترسم الناس في الشارع وفي المواصلات لايف؟ خليني اقول لك والله برضه انا ما قررتش. يعني انا ما فيش اي حاجه قررتها. الدرس اللي انت هو فعلا يعني ممكن هو كان كده بالبدايه، ان انا كنت طيب ما ترسم لنا مستر بشع كذا، فطب ما هرسم مستر كذا، فده كان ده شارع برضو، ده بره يعني، ده بره الناس المجتمع اللي بره، كان في المدرسه. تاني ما تاني تاني لاين برضو خلاني اخرج بره للناس في على القهوه. طبيعي انا في وقت كده من وقت دي يعني افكار من كتيره وقت يعني خلينا من 2012، من 2012 في السنه دي بالتحديد، الكام سنه دول كنا بنقعد على القهوه، كنا كلنا بنقعد، اللي ما بيقعدش على القهوه كان بيقعد على القهوه. فكنت دايما بقعد ارسم الاحداث بقى عموما اللي بتحصل حوالين الاحداث السياسيه والاحداث المجتمعيه، بعبر عموما كاي حد بيعبر. كنت بس بيبقوا عارفين انت بترسمهم؟ يعني هم مش يعني انت ممكن تبقى قاعد مثلا على القهوه عادي وتشوف حاجه ترسمها عادي جدا من غير ما تساله ولا لازم تساله؟ انا عايز اقول ان انا في وقت كده في 2012 جيت لنفسي، قلت انا ايه، قلت عايز احط هدف لنفسي، قلت اول حاجه انا عايز اعملها، انا ايه الحاجه اللي بعرف اعملها؟ بعرف ارسم. طب انا هرسم كاريكاتير ليه؟ لانه هو انا بعرف اعمل. طب يلا انا هرسم كاريكاتير من بكره في جورنال. ده اول هدف حطيته. عملت ايه؟ قلت عشان انا طبعا انا ما درستش فنون، او ما درستش او درست عماره هندسه بس ما درستش فنون، فقلت لا انا هنزل اول حاجه بقى هتعلم. انا البراكتس بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ ان انا في اي مكان ببقى موجود فيه دايما بشخبط. اوكي. في اي مكان يعني، احنا قاعدين كده قاعدين مستنيين حاجه، بطلع معايا دايما نوت بوك صغيره كده اللي هي الصغيره جدا دي، وقلم عادي جدا، ما كنتش بقعد بقول لا لازم ماتيريال معينه او لازم ورق معين او لا خالص، اروح اطلع السكتش بتاعي واقعد ارسم يعني. بس اي حد بترسمه بتبقى بتساله يا محمد الاول؟ بصراحه ما بسالش، بس بلاقي الناس بتيجي بتبص ايه ده، بيبقى في ضحكه الاول في استغراب، ايه اللي بتعمل ايه؟ بعدين ايه ده، لا ده في ضحكه، فببتدي بقى باين اللي انا الرسم، فببتدي لا طب خلاص، طب ما ترسمنا، طب تعالى وريها له، فينبسط، فطب تعالى نتصور. فبيقول الحد اللي انا بسيبه في القهوه مثلا او حاجه، بيقول للناس الحد ده، الشخص ده رسام وفنان وشاطر، ما تيجي خليه يرسمنا او حاجه. من هنا مع الوقت بقى، في وقت فعلا كنت بقعد على القهاوي كتير قوي، فكنت دايما الناس بتشوف ان انا رسام، عرفت ان انا او انا عرفت ان انا برسم كاريكاتير والناس حباه، فبقيت بعمله اكتر بقى. حاجه تانيه في المترو، انا في وقت كنت يعني هو المترو كنت دايما كان هي وسيله المواصلات اللي انا بروح بيها لشغلي او بستخدمها رايح وجاي، فكان دايما بلاقي نفسي برضو في وقت كده بستغله. بصراحه اللي شجعني برضو على ده، ان انا فكره ان انا برضو ارسم قدام ناس دي صعبه يعني، مش سهله ان انا مره واحده كده، ما الناس مركزه معاك، الجرأه دي يعني، والناس كمان انت بتعمل حاجه مش اي حد هيتقبلها يعني، ان انا اجي ارسمك انت ممكن تقولي دي حريه شخصيه، انت ليه بتتعدى، ليه بتصورني زي ما حد بيصور حد وهو ماشي، طب ما ليه هتعمل كده؟ فحد رسام برضو صديقي، كنا يعني في مكان كنت بعمل فيه ورش كاريكاتير، هو ده كان، فتعرفنا على بعض، فبقينا بنروح وبنيجي مع بعض في الطريق او وسيله المواصلات، هو كان المترو. فقال لي طيب، كان بيشجعني يعني، انا لوحدي ما كنتش هعمل كده حقيقي فعلا، فكان بيشجعني يلا يا صبري تعالى نشخبط، يلا طلع حاجه وشخبط، مش حاجه معينه. فانا ممكن ارسم رسمه عاديه كرتون، حد مثلا بيقول لحد حاجه او حد بيعبر عن حاله او حاجه، وبلاقي ناس بتبتدي الاول مستغربه، وبعد كده بتبتدي تضحك، بعد كده بتضحك مبسوطه من الحدث اللي بيحصل، بعد كده بلاقي نفسي طب ما اطلع سكتش حد قاعد. في الاول بقى خايف جدا، لان انا هنا في مكان اولا الناس بتبقى راجعه في اخر اليوم في المترو، بتبقى تعبانه جدا جدا، ومتعصبين متضايقين ومتخانقين، وناس بقى في اخر شغلها وكده، وعايزين يروحوا يناموا، مش عايزين حد يكلمهم في اي حاجه طبيعي، فما بالك بقى حد يكون طلع وعمال بيرسمهم.
انت بتعمل ايه هنا، انت مكانك هنا معانا بتعمل ايه؟ ففعلا بيبقوا في الاول مستغربين، وبعد كده بيبتدوا طب يلا روح وريها. بالعكس دي حاجه اروح اوريها له بقى بعد يوم طويل في الشغل ان حد يعمل حاجه كده، دي حاجه ظريفه يعني. انا بقى خدت بالي بعدها فتره من ده، بس في الاول لا كنت ببقى خايف، بقول ان هو لا انا ايه ده، هيقولوا لي انت بتعمل ايه، يلا انزل اطلع بره او حاجه بره المترو. بس الحمد لله ما كانش بيحصل، بالعكس الناس فعلا كانت بتنبسط، الناس كانت بتيجي. انا بلاقي تقريبا حرفيا بدون مبالغه وانا نازل، الناس ما بتبقاش عايزه تنزلني من المترو، الناس بتخليني ان انا لا خليك قاعد معانا. وفعلا كنت بفوت محطات اللي انا بنزل فيها، والموضوع لقيت ان هو فعلا بيعمل حاله حلوه يعني. طبعا ان هو يبقى فيه ارت ويبقى فيه نوع كمان الكاريكاتير، حد بيرسم حد بطريقه حلوه او بطريقه مبالغه بتعبر عن حاجه في وقت او في مكان ملهوش علاقه بده، دي حاجة فعلا خدت بالي مع الوقت فعلا هي حاجة حلوة.